الذين لم ياخذوا دورهم في الثوره. انتبهوا في ضباط هلا ملتمين بكتائب حلوه فرقه التوحيد الى اخره، بس في ضباط ما لقوا محل، ما لقوا محل، ما قدروا الى اخره. نحن راح نلاقي له محل قريبا ان شاء الله، سواء هناك او هون بالتجمع، وراح يلزمنا قريبا ضباط في التجمع مشان نشكل سرايا تردف الشباب اللي بالتشكيلات الاخرى. التواصل مع كافة الأطراف التنفيذية العاملة في الثورة ودعمهم لتأدية دورهم الحقيقي والصحيح. من المهام وليد العمل توثيق وتنظيم كافة الضباط وفق اختصاصاتهم. والاختصاصات كثير ضرورية، وخاصة الدفاع الجوي والمدفعية. وبقية الاختصاصات لا يعني انه يعني مو مهمة، بس هذا الأسرع فالأسرع. العمل على وضع الخطط المناسبة لعمل الضباط خلال الثورة وفي فترة ما بعد الثورة. تقديم الدعم اللوجستي لكتائب الجيش الحر بكافة الوسائل الممكنة لما يتوفر عنا الشيء اللي نقدمه للتشكيلات بدون ما هن يطلبوا، بدون ما هن يطلبوا نحن بدنا نقول له تعال عنا ترى عنا كيف كيف كيف، شو يلزمك بالوقت المناسب اعطينا خبر مشان نحن نبعث لك السلاح واللي بيسوق على السلاح اللي بيرمي على السلاح مستقبل السلاح. نعم. دراسة مسار الثورة بشكل يومي والاستفادة من التجارب، السعي الدائم والحثيث لتأمين الدعم المادي والعتاد للكتائب المقاتلة مع السعي لضبط أماكن السلاح الثقيل وآلية تنقله في حال السقوط المفاجئ للنظام. التعاون مع الحكومة الانتقالية لفرض الأمن وضبط السلاح في المرحلة الانتقالية. نحن بدنا نتعاون مع الحكومة الانتقالية، نعم. التعاون والتشاور والتنسيق الدائم مع الائتلاف الوطني الجديد. يخضع أي ضابط للمساءلة أمام لجنة أمنية مختصة من هون اللي بيصير معه إشكال أو اللي بيصير بيعمل حركة إلى آخره، في عندنا لجنة هون بتسأله إنه أنت أمام مساءلة بخصوص كيت موضوع. فأرجو إنه نحن نكون قدوة للناس. هنا أعضاء اللجنة هلا خمس دقائق خلصنا. أنا بوصلها من عندك شو اسمه؟ أنا بوصلها من